مرحبا بكم في سبور اكسبريس. اعلنت إدارة هلال الشابة انها باش تشرع غدوة في اجراءات الاستئناف ضد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم برفض اثارة الفريق ضد تواجد رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي في محيط الملعب في المقابلة اللي جمعت هلال الشابة بالنادي الافريقي في رادس. الاستئناف باش يكون عند لجنة الاستئناف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وفي صورة تأكيد قرار الرابطة وقتها هلال الشابة تنجم تمشي للمحكمة الرياضية الدولية. مهاجم نادي حمام لام زياد بن سالم محل متابعة من نادي الصفاقسي والنجم الساحلي. زياد بن سالم اللي عمره 27 عام مازال يربط عقد بنادي حمام لام حتى 30 جوان 2023. في الكرة الطائرة، مباراة نصف نهائي الكاس ما بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، المقابلة هذه توقفت في شوطها الأول على تقدم النجم الساحلي 22-20. من الأول ملاعبية النجم الساحلي دخلوا الحجرات الملابس بسبب رميهم بالمقذوفات، بعد الأمر تحول المناوشات ما بين ملاعبية النجم الرياضي الساحلي وملاعبية النادي الرياضي الصفاقسي، الشيء اللي أدى الإيقاف المقابلة واللي ما زالت ما رجعتش إلى حد الآن مقابلة في إطار نصف نهائي كأس تونس للكرة الطائرة. في كرة السلة اليوم تلعبوا مقابلة الجولة الرابعة من مرحلة تفادي النزول، ماضي ساعتين تلقوا زوز مقابلات، شبيبة القيروان ضد شبيبة المنازة، اتحاد الأنصار نجم حلق الواد، ومع ماضي ثلاثة دالية جرومبيليا ضد النادي الأفريقي. خارج تونس في كاس الكاف اليوم اياب الدور الربع نهائي الساعتين انطلقت مباراة مازيمبي مع بيراميدز، الذهاب وفاب نتيجة تعادل 0-0. فخر الدين بن يوسف موجود على البنك مع بيراميدز في المقابلة هذه. التسعة متاع الليل ديربي ما بين اهلي طرابلس اللي دربوا فتح جبال والاتحاد اللي دربوا محمد الكوكي على مكان في الدور نصف النهائي من الكاف، مباراة الذهاب وفات بتعادل 0-0. والحداش متاع الليل نهضة بركان المغربي مع المصري يدربوا معين الشعباني، ذهاب للمصري 2-1. بالنسبة لمباراة اليوم يزفر الطاقم تحكيم تونسي بقيادة صادق السالمي، ويغيب عليها الياس الجلاسي على تشكيلة المصري بسبب الورقة الحمراء اللي أخذها في مباراة الذهاب ضد نهضة بركان مقابل تواجد منتظر الهيثم العيوني، كيف كيف وعودة معين الشعباني بعد استيفاء عقوبة الإقصاء. في البطولة الإنجليزية ساعتين انطلقت مباراة تشيلسي وستهام 4:30، ديربي المرسي سايد يجمع ليفربول وإيفرتون. في إيطاليا ساعتين إمبولي مع نابولي، 5:00 جنوا كالياري، والثمانية غير بوع لازيو مع الميلان. في إسبانيا 8:00 البارسا ضد رايو فاليكانو. في فرنسا ماضي ساعتين انطلقت مباراة كليرمون مع أونجي، سيف الخاوي أساسي مع كليرمون، كيف كيف انطلقت مباراة ميتز مع بريست مقابل غبالها ديلان برون على ميتز بسبب الإصابة، وثمانية غير بوع رانس ضد أولمبيك مارسي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزيكا فان.